أخبار اليوم. السيسي يفتتح أعمال تطوير عدد من مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أعمال تطوير عدد من مصانع القوات المسلحة لإنتاج أحدث أنواع السيارات والمركبات والعربات المدرعة وقطع الغيار التي تستخدم في تصنيع المركبات بمختلف أنواعها، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الدفاع الفريق أول صدق صبحي والفريق محمود حجازي رئيس الأركان واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين. وتفقد السيسي معرضا للعربات المدرعة من طراز التمساح وسيارات مشروع تاكسي الشباب وسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية الخاصة بشباب الخريجين وأتوبيسات النقل العام لأفراد القوات المسلحة. السيسي يدعو رئيس وزراء بريطانيا لحضور افتتاح قناة السويس. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووجه له التهنئة على فوز حزب المحافظين الذي يترأسه بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الثقة التي يوليها الشعب البريطاني له ولقيادته الحكيمة. ووجه السيسي دعوة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لحضور الاحتفال الذي تقيمه مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل. ومن جانبه أبرز كاميرون حرصه على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف أبعادها وخاصة على صعيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في محلب. علاقات مصر بالسعودية استراتيجية ومصيرية. وصف رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر بأنها استراتيجية ومصيرية نافيا وجود أي جفاء بين البلدين. وقال محلب في حديث مطول خاص به صحيفة الشرق الأوسط بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى باريس أن هذه العلاقات لا تمس ولا يستطيع أحد المساس بها، مضيفا أن السعودية لم تتخلى عن مصر ومصر لن تتخلى عن السعودية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أكثر من ممتازة. وقال محلب إن مصر وفرنسا ترغبان في التعاون في كل المجالات بما في ذلك النووي السلمي، حيث تسعى القاهرة للحصول على أول مفاعل من هذا النوع من أجل أغراض إنتاج الطاقة الكهربائية. قوات الجيش تواصل ضرباتها الناجحة لمعاقل الإرهاب في سيناء. نجحت الأجهزة الأمنية بسيناء في تصفية 4 عناصر إرهابية بالعريش ورفح، وأشارت المصادر إلى أن القوات داهمت بؤر إرهابية بعد وصول معلومات بتواجد عناصر مطلوبة أمنيا بها، وبعد مواجهات تم قتل 4 منهم، كما تم تدمير 17 بؤرة إرهابية وإبطال مفعول عبوات ناسفة، وألقت قوات القبض على 22 مشتبها بهم يجري التحري عنهم بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.